استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية مؤشرة قد تؤدي لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في أسعار المحروقات، ارتفاعات يمكن للجزائر الاستفادة منها حسب الخبراء في حالة بقاء الوضع على ذلك لعدة شهور. المداخل هذه ما راح تكون كثيرة، تقدر تكون ضخمة إذا السعر لعدة شهور. تراجع الامدادات الروسية بالأسواق العالمية لا يسمح من وجهة نظر المختصين للجزائر برفع صادراتها النفطية، سيما وأنها مقيدة باتفاقيات مع شركائها في أوباك بلس. الجزائر دابور عندها اتفاقية يعني داخل فيما يخص النفط مع أوباك بلس، عندها حصة الإنتاج نتاعها تنتج إلا الحصة نتاعها. توقف الحرب في أوكرانيا وإثابتها الجليد بين موسكو والدول الغربية قد يساهم في تراجع أسعار البترول، إلا أنها ورغم ذلك ستحافظ على معدلاتها فوق 100 دولار حسب الخبراء. وقف النار في أوكرانيا وفي هذاك الوقت السعر البرميل ينخفض ويرجع إلى حوالي، ولكن يبقى أنا نظن راح يبقى أكثر من 100 دولار لعدة شهور. أسعار المحروقات بأرقام قياسية في البورصات الدولية قد تكون ظرفية، كما يمكن أن تواصل الارتفاع لشهور عدة، سيناريو يحتم على الجزائر حسب البعض الاستفادة من التجارب الماضية واستخلاص الدروس.